النهارده كان احمد فتحي هابي بيرثداي تو هيم طبعا، اتم 37 سنه واحتفلوا معاه. ادي صور اهي، اللعيبه راحت له الاوضه بقى والتورتايه والحكايه والروايه وما شاء الله يعني، ربنا يا رب يديله صحه وطوله العمر في الملاعب. وحاجه جميله احمد فتحي وملتزم، واللي يوريك شخصيه كيروش القويه انه احمد فتحي قبل كده كان بيعمل مشكله كبيره كابتن جمال على شرط الكابتن، المره دي سكتم بكتم. ده يوريك التواجد في المنتخب اهم من الشرط. لا وبعدين يا انت يا تلتزم يا انت مش معايا طبعا، قولا وحين. لازم في امور لابد ان تحسم بدكتاتوريه في كره القدم. صح، انها مش مقنعه بس ماشي. مش مقنعه ان ايه بقى؟ مش مقنعه طبعا، يعني انه ايه؟ انه يعني احنا طول عمرنا ماشيين بالادميه مش بالنجوميه. في العالم كله دلوقتي مفيش ماشي، بس احنا برضو المفروض ان احنا لينا يعني. افترض الاقدم، انا اسف مقاطعتك، افترض الاقدم ده ما بتكلمش على احمد فتحي، لا يمتلك شخصيه القياده، اخليه كابتن؟ لو انا لعيب يعني بيلعب. انا اسف مره تانية هقطعك، اتفضل يا كابتن. شوف بركات وخف الدم وزي العسل، تمام، ينفع يبقى كابتن المنتخب؟ بركات لو هو اقدم واحد، وفي بعض الاوقات كتيره جدا كان بركات بيبقى كابتن المنتخب. على بركات من نوع الفكه الجميل، لعيب كبير وعظيم، لكن في النهايه اللعيبه واخده عليك كشان. انا بكلمك كلام واقعي يعني، بس اصل خلي بالك برضه كابتن يحل مشكله، يكلم يعني اللعيبه، يقف قياده، مش عارف ايه، لازم الكابتن ده يبقى له مواصفات شخصيه. سيد العارفين، بس لو انا بقالي 10 سنين او 12 سنه بلعب في منتخب مصر عشان اوصل ان انا اقدم واحد طبعا، وبعدين حد ياخدها مني ايا كان، صعب. تبقى برضه يعني دي قصه مش ظريفه.